تم الخاص بالاتحاد الاوروبي والاتحاد الخليجي السعودي، عمل مباراه كبيره امام علامات برج ويصل للمباراه النهائيه. النادي الاهلي طبعا وجهه نظري الفنيه البسيطه جدا، حرك كتير وعمل كتير مع حراسه المرمى بالتحديد، وكان له دور كبير قوي مع حراس منتخب مصر في بطوله العالم سواء الطيار او كريم هنداوي اللي عملوا شغل. عامل اللاعبين جيزلي يانسون الايسلندي يلعب الكرة على الدايرة، لكن دفاع من أول ثانية، عشان كده المصري قال له ما شطش الكرة. عمر ماجنسون الأيسلندي 27 سنة، وحميد هو السيد في أول رمية حرة. ماجنوس ساكسلود يلعب الكرة قوية وحميد يتصدى لعمر لتاني، تروح في الجناح، يلا زيزو بأول الأهداف للنادي الأهلي. مرة تانية يشوط الكرة قوية المرة دي، يوقف الملعب الحكم. واحد واحد مع أول مباراة مع الخليج إنه يقفل النص. مرة تانية فيصل يلعب الكرة العادل على الدائرة، اللي عايز يعدي يشوط الكرة يا دولا. كريستيانسون هامز اللاعبين لما لعبوا على أبطال أوروبا، والجناح ويحرز، يحرز الهدف من الجناح اليمين طبعا. 2-2 زيزو اكتمل النادي الاهلي خلاص، يلعب الكره رمضانا عايز فاول مهاجم، فاول الرجوع ازاي مهم قوي. رمضان يلعب الكره عند خيري صانع العاب، عايز يلعب الكره لدولا دولا 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 دولا، حلوه الكره دولا حلوه. هذا اللاعب جازلي كريستيانسون، جازلي يلعب الكره لكن يقطعها المصري حلو ويروح، هي راجع خلاص ماك بورج يكمل فيصل وياخد رميه جزائيه. قرايل رميه جزائيه مباراه فرديه، يلا كاستيلو وينجح كاستيلو ويلعب الكره في الزاويه الارضيه من تحت الساحه مع مقابله فيصل للبك. عمر عايز يلعب الكره على الدرع، يستلم ياخد عمر وفي العارضه رائع رائع، يلعب الكرة في يعدي كويس قوي، يتصدى حميد لكن رامية جزائية، رامية جزائية يهوش ويحرز، عايز يعدي يلا خيري يلعب الكرة حلوة قوي رمضان، يرجع مرة تانية حلوة قوي الكادر ده بيجاز كويس قوي الفيصل صاحب الشخصية، كرة قوية يا فيصل يلعب، عايز يعدي لكن يقف قدامه هايل الدفاع على بيلاجريجرين، تقطع الكره ويجري فيها، يلا 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 كاستيلو 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 كاستيلو، السرعه روح له الجناح اليمين يزيد الفارق 6-3 وتروح الكره رميه الجانب. للشباب كانت البدايه وكان فيها احد الاسباب، تقطع الكره يلا كمان مره، روح كمان مره، اكد اكد في الهجوم، اعمل اللزوم اعمل اللزوم، شوف كاستيلو شوف يا ولد، كاستيلو يتقدم للنادي الاهلي 7-3. عايز يلعب الكره كويس قوي الدفاع ده، هيدخل في اختراق، يدي رميه جزائيه يهوش عرض لك يا حميد، يحرز الهدف مع الويل. مره ثانيه تمرير خط الخلفي لكن تروح سهله للحصل، يقطع من تحتيه الدايره عشان يشوط الكره قوي قوي، يلعب الكره 5 رمضان يسيب الكره، تقطع الخط الخلفي على مهلك، رامي الجانب يلعب الكره رمضان، يلعب الكره عند فيصل عايز يعدي لكن يطلع له خطوه لبره، عايز يعدي خيري يا ولد يا ولد يا ولد يا خيري، لا رميه جزائيه في الصوره. كاستيلو يلا كاستيلو اكد يا كاستيلو 8-5. تمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة هايل يا ياسر، يقف الدفاع مفيش حلول، الدفاع مسؤول، اقف كمان اقف كمان يشوط وحميد في الزمان، سيف عايز يعدي يلعب الكرة المجدي اللي يشوط الكرة مجدي غالي عندي، يطلع من اعلى نقطة يشوط الكرة، رجع الدفاع اقفل المساحات، عايز يلعب الكرة على الدايرة في اول مهاجم يا مصري، الخبرة من حد يعني من البدايه 75% الفعاليه النادي الاهلي 45% مكبر، يا ولد يا ولد يا ولد على التمرير، خطير 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 فوكس وانت فوكس، 5
مرة تانية تروح لحميد يعمل هجوم خاطف. يلا يا كاستيلو السرعة يا كاستيلو المباراة يا كاستيلو. روح حاله روح حاله. ثالث العالم في آخر بطولة عالم. يطلع من على الدايرة يلعب الكرة جيزلي كريستيانسون عايز يعدي يلعب الكرة مرة تانية. الدفاع رائع المصري راقب الدايرة هايلة مجدي انت والمصري طالع ياسر سيف ياخد خطوتين من بره يلعب الكرة يحرز قدم على حامل اللقب وبطل ابطال اوروبا ومجدي يشوط ولكن حائط صد على رائعة رائعة. مرة تانية يشوط الكرة ويحرز الهدف لاعب مؤثر جدا سيفان ماتسن لكن تتقطع الكرة. دي بقى الكرات مع الفرق الكبيرة لازم نحافظ على كل كرة الحمد لله. يلا مباراة فردية يهوش عبد الرحمن يحرز الهدف متخصص رميات الجزائية مانويل طالع الدفاع متقدم ده يقدر يعدي فيه واحد على واحد كويس قوي يعدي اهو لسه بقول لحضراتكم واحد على واحد ده اللي فات رائع. كاستيلو يلا يا كاستيلو بارتنر حاول ولكن كاستيلو يا ولد رائع. اوه هو 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 يلعب الكره على الدايره لا لا ما يتسابش الراجل خالص هياخد ازاي الكره يرجع مره ثانيه يلعب الكره عند لاشين اللي قابله لكن ما يعملش معاه دفاع يا ولد ثنائيه مع البيلجرين مره ثانيه اسحب له الملعب البين عايز يعدي كريستيانسون يلا ما قدرت على الكره 18 ثانيه عايز يعدي فوكس يلعب الكره لاشين خد قرار تصويب عداه عايز يعدي يلا يا لاشين يلا يا لاشين يلا يا لاشين يا سمين فارق خمس اهداف ال جرين عايز يعدي يقف قدامه في الدفاع يوه يعدي كويس قوي من الباك الشمال مانويلا عايز يعدي فيصل يلعب الكرة تروح سهلة سهلة رائع كريستيانسون اقف قدامه لكن ياخد كرة برجليه مش بايديه اتحرك الاول برجليه عايز يعدي يلعب الكرة وحميد هو السيد يا حميد انت السيد يا عبد الرحمن صعبة دقيقة 18 ثانية اكتمل ما يشوطش عايز يعدي عدى في وسط الدفاع يحرز لاعب مؤثر جدا لاعب مؤثر 43 ثانية خد وقتك المرمى خالي يلعب الكرة لعبد الرحمن يرد الكرة يلا يا دولا حلوة الكرة حلوة الطريقة 15 11 لصالح النادي الاهلي يلعب الكرة على الدايرة ياخد رمية جزائية كويس انه نزل ليه كويس الكرة ما دخلتش ما حسبهاش الحكم هدف ممكن تتصد نزل عبد الرحمن طه يهوش ويحرز الهدف مانويلا اللاعب الاميس في الكرة في اخر ثانية على مهلك خيري ياخد الكرة يلعب الكرة رمضان تروح على مهلك على مهلك دي على طول اوتوماتيك عايز يعدي يشوط يا سلام يا حميد يا تصدى حميد الكرة باقي خمس ثواني يلعب الكرة يشوط بالثبات يا ولد يا حميد انت السيد انت السيد احرز هدف من تصويتين بفعالية 50% اما ماكبورج جيسلي كريستيانسون مهم الكرة دي قوي خيري خيري يلعب الكرة ياسر لكن فاول مهاجم كويس هيشوط 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 مانويل عمر جيسلي جيسلي ياخد رميه جزائيه جيسلي كريستيانسون هو داخل ياخد سوبرمان سوبرمان عبد الرحمن عبد الرحمن يا حميد انت السيد رائع 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 مره ثانيه تمرير خيري عايز يعدي يا ولد يلا يا ياسر يا ياسر يا ياسر قايل يا حميد الحارس عايز يعدي مانويلا تحتيه الدايره كويس قوي اقفل الدايره اقفل اقفل عدى عدى خلاص مش هيقدر يلحقه ياخد ايقاف دقيقتين لو حاول يكمل معايا يلعب الكره حلوه قوي الخيري اللي يسيب الكره لفرقه فاول مهاجم فاول مهاجم مش هدف ينقل الكره وتروح في الجناح ما فيش ماتشي يحرز يحرز الهدف يقلص الفرق الهدفين يقلص النادي الاهلي اداء رائع من النادي الاهلي يطلع فيصل يلعب الكره الخيري اللي عايز يعدي خيري مانويل
يلعب الكوره تحتيه الدايره، عايز يلعب بالكوره بخطوره، تروح في الجناح، سيبه اوعى عليه، بقول لك سيبه. عندنا حميد، يا حميد سوبرمان رجع مره ثانيه. يا ولد يا رمضان، كره قويه ومضمونه. ثالث لعب الدولي، احتفاليه كبيره في العاصمه الاداريه، مفيش كلام. ويا يعدي مش مشكله، لازم هيبقى في اخطاء، لازم يبقى في اجابه، ولكن نكمل كده. ماجنسون على ايسلندي، لاعب مؤثر قوي، 27 سنه هذا اللاعب. مره ثانيه يلعب الكره لخيري، اللي يعدي خيري، خدم من دينامو بوخارست. بقى في زياده، يا ولد قطع الكوره، بقى في زياده، زيزو طلع، ياسر ما عندوش علاج غير عايز يعدي، يرجع بالكوره، هايل. بقى في زياده، عدى خلاص اومار ماجنسون. بقى في زياده، قلت لحضراتكم هم اصلا وقت الاهلي كامل. المصري نزل ليه؟ عشان يرجع يدافع، ياخد قرار تصويب من بعيد، القائم ارض بعينه من هنا، تمرير عايز يعدي، جاس لكريستيانسون وياخد رميه جزائيه. مهارته دايما يلعبها للرميات الجزائيه، اهو قدام حضراتكم صوره بألف صوره، 84% ل 61% لماكبورد. مرة تانية رمضان يلعب الكورة، خيري سيف، واقف تحتيه اثنين، عايز يعدي، نبيل شريف عايز يضيف، يلعب لرمضان، يشوط الكورة، رمضان خوايا عبد العزيز هاب، ما يشوطش من الثبات، وقف قدامه يا مصري، ما يشوطش مانويل، تروح في حائط صد هنا نبيل يلعب الكورة، عايز يعدي نبيل، قلت لحضراتكم مهمة الكرة دي، اقفل الدفاع، عايز يعدي يشوط كريستيان سوليفان، مرر الكرة حلوة قوي. كل كرة لازم أقول فيها محتاجين كل كرة. عندي فوكس لفيصل رمضان اللي راح في الباك الشمال، نزل على الدايرة، يعدي هنا وياخد رمية جزائية. يلا كاستيلو بارتنر، وكاستيلو مباراة فردية، ينجح معنا، عايز يدخل، يحرز الهدف. مرة ثانية عندهم نقص عددي، على مالك، يلعب الكرة لفوكس اللي يقدر يلعب الكرة في الجناح ويحرز الهدف. زيزو الطائر يحرز الهدف من الجناح الشمال، بدأ المشوار من سموحة، عايز يعدي، هايل، يلعب الكرة، ماتيوس موتشي يحرز الهدف، يحرز الهدف في الجناح الشمال، صاحب الخبرات ماتيوس موتنيا. يا ولا يتصدى الحارس اللي معاه الكوره، عايز يعدي ويتص، يا حرام يا جزاه حقيقي، يهوش، سوبر مان. 17 دقيقه بالتمام والكمال، عايز يعدي يشد، لكن ما فيهاش خلفي ما بين الباكين وصانع الالعاب، يلعب الكره لعبد الرحمن، تحتيه عادل، يا رمضان رجع خلاص حميد، يا عدديه مانويل، هايل غطي، هايل الروح، هايل الطموح، هيعدي، لكن يحرز الهدف مانويل. انا لاعب يكتمل النادي الاهلي، اللاعب الثاني بعد دقيقه وسنتين، ياه. مره ثانيه بقى 25 ثانيه ويكتمل، هنا بقى رميه جزائيه وممكن يديله ايقاف دقيقتين، بعد دقيقتين ماتش موتش حميد، الرميه الجزائيه، هارد لك انت تقطع كوره من الاثنين المدافعين، عايز اعدي سيف، يلعب الكرة حلوة يا بورتنار، مش خطورة، عايز يعدي الكرة في الجناح لماتيوس موتشي، يحرز أول تقدم ماتيوس تحتيه، يلعب الكرة مرة ثانية لفيصل اللي يلعب الكرة عشان يفتح دفاع الستة صفر، أو يخترق الدفاعات، عايز يعدي فيصل بالمهارات وياخد رمية جزائية وينهي العبارات. نيكولا بوتنار
مباراة فردية، كاستيلو بورتنر وتاني رميات. يتصدى لتاني الرميات الجزائية. طالع لبره جيسلي، عايز يلعب الكرة على الدائرة أو يمر. هايل، رجع الدفاع كويس قوي، عايز يمر مرة تانية، عايز يشوف من بعيد، لكن ياه إيقاف دقيقتين. رمية جزائية. ماتيوس موتش حميد يا رب، لكن يحرز الهدف ماتيوس. مرمى خالي للنادي الاهلي، عايز يعدي خيري او يلعب الكره العادل على الدايره، لكن بيدي فاول مهاجم بورتنر، يلعب الكره ويحرز الهدف على مهله، ويحرز الهدف ويتقدم ماك بيرجر 25-22. لسه كتير، 20 ثانيه. خيري عايز يعدي، يلعب الكره في الجناح، يلا يا كاستيلو. لا 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 لا، مرة تانية تمرير خط خلفي، جيسلي كريستيانسون ومار ماجنيسون، يلعب الكرة مانويل، عايز يلعب الكرة ماكس نوتشي، ياخد الكرة من الجناح ويحرز الهدف. اسطورة عندهم في الجناح الشمال هذا اللاعب ماتيوس، عايز يعدي خيري او يلعب على الدار، يلعب كرة حلوة قوي العادل، لكن بورتنار ياه يتصدى. مار ماجنيسون باك يمين على ايسلندي كريستيانسون، عايز يعدي، يعدي، يا سلام يا حميد، حميد عامل اداء رائع. يلا فيصل يلعب الكرة على الدايره، ياخد رميه جزائيه. نلعب لسه كتير، نلعب شين طبعا مع الفارق للمستويات، يلعب الكرة ويحرز الهدف. تمرير خط خلفي، يرجع مره ثانيه، عايز يعدي، يلعب الكرة على الدايره ويحرز الايسلندي، يعدي كويس قوي ويدخل ويشوط الكرة، مش في ايدي، يلعب الكرة مرة تانية، ياخد رمية جزائية 23، يشوط الكرة قوية قوي، راح اخر الثواني، يلعب الكرة خيري، يعدي، ياخد رمية جزائية خيري، دربهم هو في عالم الشباب بالمناسبة، ويحرز الهدف عمر سامو.